الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة الانتهاء من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وقال المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم سيبدأ اليوم مناقشة قانون بناء الكنائس. بفضل الله انتهى القسم من مراجعة قانون الخدمة المدنية، ولو عايزين تقولوا خبر النهارده ان شاء الله سنوقع حالا بعد المؤتمر، يعني لو تاخر المؤتمر نصف ساعه او ساعه كنت وقعت الخطاب التبليغ وانتهى القسم من مراجعه. ان ورد منذ نصف ساعه قانون تنظيم بناء الكنائس منذ نصف الساعة فقط، وبعد أن ننتهي من اللقاء مع حضراتكم سنعقد جلسة لبداية نظر. وفي الشأن القضائي، قبلت المحكمة الإدارية العليا طلب رد الدائرة الأولى التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المتضمنة التنازل عن جزيرتي طيران وصنافير. قالت المحكمة بقرارها إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التي تنظر طلب الرد. ما زلنا مع الملف القضائي، إذ أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بالتحقيق في واقعة الاعتداء بالضرب على مواطن مصري بإيطاليا. كلف النائب العام إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة من التحقيقات التي أجريت في الواقعة والتقرير الطبي وما تضمنته التحريات، كما بعثت النيابة العامة وزارة الخارجية لمخاطبة القنصلية المصرية في إيطاليا للإفادة بالمعلومات في هذه الواقعة. أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن الطفل أشرف مرعي ليس مريضا بسرطان الدم، وإنما يعاني من مرض وراثي بالدم، نقص مناعي بالصفائح الدموية. أكد الوزير استجابة أسرة الطفل لعلاجه على نفقة الدولة داخل مصر، مشيرا إلى أنه يلقى الرعاية الطبية على أفضل وجه مثل أي مريض مصري. كان شقيق الطفل ويدعى أحمد ويبلغ من العمر 13 سنة، هاجر إلى إيطاليا بشكل غير شرعي الأسبوع الماضي لنقل شقيقه للعلاج هناك. تسير شركة مصر للطيران اليوم 17 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 3350 حاجا إلى الأراضي المقدسة، ذلك بمعدل 10 رحلات إلى جدة، تقلع 9 منها من مطار القاهرة ورحلة عمل من مطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى 7 رحلات إلى المدينة المنورة، من بينها 5 رحلات تقلع من مطار القاهرة ورحلتان من مطار برج العرب بالإسكندرية. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة وفاة ثاني حاج مصري بالأراضي السعودية مساء أمس، ويدعى محمد أحمد الشطلاوي ويبلغ 67 عاما من محافظة الغربية من بعثة حج وزارة التضامن، حيث توفي إثر أزمة قلبية. أجاز مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين. أكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يعد من قبيل الربا، موضحا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعا، استنادا للقاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يتعاقد عليها هي في حكم السلعة. يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب للاقتراع على مقعد دائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة لاختيار مرشح محل النائب المتوفي سيد محمد فراج، وسط إقبال ضعيف حسبما أفاد مراسل نهار اليوم. يخوض الانتخابات بدائرة القسم 13 مرشحا بينهم سيدة واحدة، ومن المقرر أن تكون الإعادة يومي 3 و4 من سبتمبر المقبل. يعني أوليدي حق التهشير.
منحت مصلحة السجون بوزارة الداخلية جميع السجناء زيارة استثنائية في أثناء عيد الأضحى المبارك، على ألا تحتسب هذه الزيارة من ضمن الزيارات المستحقة. يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق جميع أوجه الرعاية للنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي. رحبت مصر بقرار المجلس الرئاسي الليبي بشأن تقديم تشكيل جديد لحكومة الوفاق الوطني إلى مجلس النواب الليبي. تأتي هذه الخطوة استجابة لقرار مجلس النواب بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني الحالية، وطلب طرح تشكيل جديد لها. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن قرار المجلس الرئاسي الليبي خطوة مهمة على مسار احترام المؤسسات الدستورية الليبية ودورها. وإلى تطورات الوضع في سوريا، إذ قصفت طائرات تركية منازل مدنيين ومواقع تسيطر عليها جماعة قوات سوريا الديمقراطية في قرية قرب بلدة جرابلس، ما تسبب في سقوط ضحايا. يأتي ذلك فيما أدخل الجيش التركي خلال الساعات الماضية أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المدينة تزامنا مع بدء عشرات العائلات السورية في العودة. كانت القوات التركية أطلقت عملية لطرد مسلحي داعش من بلدة جرابلس السورية المحاذية للحدود التركية بالتعاون مع مقاتلي المعارضة السورية والتحالف الدولي. أعربت الجامعة العربية عن قلقها بشأن اتفاق إنهاء الحصار على درية غرب دمشق رغم إنهائه لمعاناة المدنيين الأبرياء خاصة، إلا أنه لم يتم تحت رعاية الأمم المتحدة. قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الأمين العام أحمد أبو الغيط يرى خطورة في مثل هذا النمط من الاتفاقات لتسوية أوضاع بعض المدن والمناطق السورية، موضحا أن مسألة تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها تحت التهديد تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وكانت أول دفعة من المدنيين ومسلحي المعارضة السورية إلى مدينة إدلب الواقعة شمالي سوريا بعد إجلائهم من درية في ريف دمشق، فيما تخرج دفعة جديدة من درية خلال ساعات. يأتي ذلك عشية فشل وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في التوصل لاتفاق بشأن التعاون لحل الأزمة السورية. المزيد في سياق تقريرنا التالي. محادثات أمريكية روسية لم تلقى أي نجاح، فيفشل الجانبان في التوصل لاتفاق بشأن وقف العمليات القتالية في سوريا. وعلى حسب ما أكد الطرفان فلا تزال قضايا وتفاصيل نهائية عالقة يبدو أن أكثرها محل خلاف. وبعد محادثات ماراثونية استمرت أكثر من 9 ساعات في جنيف، خرج مؤتمر صحفي مشترك يقوده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف ليعلن أن الأمر بات قريبا للتوصل لاتفاق. وعلى الرغم من ذلك اتهم كيري دمشق وحلفائها ومن بينهم روسيا بمواصلة خرق بنود الاتفاق الساري لوقف الأعمال القتالية في سوريا. إن حلب لا تزال محاصرة وتتعرض لقصف عنيف من قبل القوات الحكومية وحلفائها ومن بينهم روسيا وإيران وحزب الله اللبناني. واليوم أجبرت القوات الحكومية مدينة داريا على الاستسلام بعد حصارها لأكثر من 4 سنوات. وتركزت هذه المحادثات بشكل أساسي على تفعيل الهدنة وكذلك وصول المساعدات الإنسانية وأيضا كيفية فصل جماعات المعارضة عن المتشددين. لا يمكن ضمان الحفاظ على الهدنة في سوريا دون الفصل بين المعارضة والإرهابيين، ومن هنا لا يمكنني أن أرى احتمال ضمان أي وقف حقيقي ودائم لإطلاق النار. اتفقت أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي على آلية محاسبة الأطراف التي تنتهك نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا. المحادثات جاءت في الوقت الذي سلمت فيه جماعات المعارضة بشكل فعلي ضحايا داريا بدمشق للحكومة بعد حصار محكم استمر 4 سنوات. فتحركت الحافلات بين أنقاض المدينة منذ أمس الجمعة لتنقل في المجمل نحو 5000 مدني ونحو 700 مقاتل من البلدة على دفعات، فينتقل المسلحون إلى إدلب
أما المدنيون فينتقلون إلى الغوطة الغربية ومن ثم إلى مناطق أخرى. مأساة المدنيين في داريا والمناطق المحاصرة الأخرى كانت كفيلة بأن تبعث القلق في أروقة الأمم المتحدة التي نددت باستخدام طرفي الصراع التجويع سلاحاً، فلم تصل إلى تلك المنطقة سوى شاحنة واحدة فقط من المساعدات منذ أن طوق الجيش السوري البلدة في 2012، نظرة استغاثة لم ترسلها فقط داريا بل سوريا بأكملها. فمتى سيظل الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر السوري اللجوء إلى الموت قصفا أو جوعا أو قرارات دولية تحدد مصيرا يظل دوما متأخرا؟ أي عبد العزيز، النهار اليوم. وفي اليمن قتل 21 وجرح العشرات من ميليشيات الحوثيين وصالح في الاشتباكات التي شهدتها جبهات القتال بين قوات الجيش والمقاومة وعناصر الميليشيات. وذكر المجلس العسكري في تعز أن 7 من القوات الحكومية قتلوا في الاشتباكات التي استمرت طوال أمس، وجرح 25 آخرون، كما قتل مدني وجرح 9 آخرون في قصف للميليشيات للأحياء السكنية. وأشار إلى أن مدفعية الجيش قصفت طاقمين عسكريين للميليشيات في بوابة معسكر التشريفات شرق المدينة ودمرتها. وفي العراق أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية لواء الركن قاسم المحمدي عن هجوم نفذه أبناء عشائر مدينة عنا غربي الرمادي بمحافظة الأنبار ضد عربة تابعة للحسبة في تنظيم داعش. وأضاف المحمدي أن مجموعة مسلحة من أبناء العشائر انبثقت في قضاء عنا تستهدف عناصر التنظيم، وأكد أن هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال اليومين الماضيين التي تحمل بصمات هذا الفصيل الذي لم يعلن عن اسمه حتى الآن. أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد اليمين الدستورية بقصر قرطاج، وذلك بعدما نالت ثقة مجلس النواب التونسي، حيث صوت لصالح الحكومة الجديدة 168 صوتا فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، وصوت 22 نائبا ضد منح الثقة. كان مجلس النواب التونسي سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بالأغلبية نهاية الشهر الماضي بعد فشلها في حل عدد من الملفات. إلى روسيا، حيث سيطرت فرق الإطفاء على حريق ضخم شب في مخزن المطبوعات شمال شرق العاصمة موسكو. أفادت وسائل إعلام روسية بالعثور على 17 جثة أغلبها متفحمة جراء كثافة النيران، فيما أصيب 4 آخرون، وتباشر السلطات المعنية التحقيق في ملابسات الحريق الذي لم يعرف سببه بعد. شيعت جنازة رسمية لبعض ضحايا الزلزال في مدينة أسكولي بيتشينو بحضور الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء. قبيل الجنازة اصطفت الصناديق في صالة للألعاب الرياضية ليودع المشيعون أحبائهم بالدموع ملامسين الصناديق المغطاة بالزهور. كان الزلزال خلف 281 قتيلا على الأقل ونحو 387 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات. أعلن عدد من رؤساء البلديات جنوب شرقي فرنسا أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني. أعلنت بلدية تونس أنها ستواصل تحرير محاضر بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني ما دام القرار بهذا الصدد لم يبطل. كان مجلس الدولة الفرنسي قرر تعليق قرار حظر البوركيني في إحدى البلدات الفرنسية، معتبرا أن قرار المنع يشكل انتهاكا خطيرا للحريات في غياب مخاطر مثبتة على النظام العام. والآن مع الوقفة الاقتصادية.
افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد موسم جني محصول قطن الإكثار بمحافظة بني سويف في مزارع قطاع الإنتاج بمحطة بحوث سدس. وأكد وزير الزراعة أن مركز البحوث الزراعية متمثلا في معهد بحوث القطن نجح في استنباط 3 أصناف جديدة من القطن المتميزة بإنتاجيتها العالية، موضحا أن محافظة بني سويف تعد واحدة من أهم المحافظات التي تشتهر بزراعة المحصول بإجمالي 5200 فدان. تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين على شراء 180 ألف طن قمح روسي خلال المناقصة العالمية الخامسة. أكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الكميات مقسمة على 3 دفعات، كل دفعة تزن 60 ألف طن بمتوسط سعر يبلغ 185 دولارا و52 سنتا للطن. أضاف أن الأقماح يتم فحصها عقب وصولها إلى الموانئ للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي. توفر وزارة التموين بالإسماعيلية 24 شادرا للحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وتطرح كميات من اللحوم المجمدة والطازجة بشركات الجملة بأسعار تبدأ من 38 جنيها للكيلو حتى 60 جنيها. كما تقيم مديرية التموين في الثاني من شهر سبتمبر المقبل معرضا لمستلزمات المدارس. تم التنسيق مع الطب البيطري والزراعه، ويمكن كنت من قيمه يومين في الوزاره تم التنسيق مع الوزاره لطرح كميات من اللحوم المجمده او الطازجه في شركات الجمله ان شاء الله باسعار طبعا تبدا من حوالي 38 جنيه، في لحوم ب 55، في لحوم ب 60، غير المنافذ الثابته اللي موجوده عندنا 24 نقطه ذبح او شادر لحمه موجوده في المحافظه. تفقد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه مدير أمن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية أعمال مشروع إنشاء نفق المشاة الجديد أمام المدخل الرئيسي لجامعة قناة السويس. كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل بامتداد الطريق الدائري التي تشمل صيانة المسطحات الخضراء وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة وشبكات الري لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية. لا تزال مدينة الغردقة تعاني من تراجع أعداد السائحين وسط نسبة إشغال لا تتعدى 37% وفق ما أعلنه مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة. وتعول المدينة السياحية على إجراءات الحكومة واتفاقاتها مع الجانب الروسي لاستئناف الرحلات إلى مصر قبل الموسم الشتوي المقبل. المزيد في سياق التقرير التالي. يتهادى الجمل هائما بشوارع مدينة الغردقة باحثا عن سائحين كانوا هنا بمنطقة تعد وجهة سياحية ساحرة بشواطئها ومناظرها الخلابة التي قلما تزخر البلدان بمثلها. أما هؤلاء فيجتهدون في عرض بضاعتهم التي طال انتظارها لزبائنها من الأجانب لا سيما الروس. البضاعة مركون على الرفوف، مفيش شغل، ما فيش زبون بيجي. في الاول كنا بنتعامل وبنبيع وفي شغل كويس، لا دلوقتي ما الوضع صعب خالص. احنا بنتمنى عوده السياحه الروس، لان زي ما حضرتك شايف احنا الشغل بتاعنا كله شغل ما بيشتروش غير الروس. احنا شغالين في النحاس وتخصص نحاس، فالشغل ده عليه ضغط من الروس اكتر. الالمان والاوكران والانجليز والتشيك، اربع جنسيات تسيطر هنا على المشهد السياحي بالاضافه الى السياحه الداخليه وبعض العرب، وسط نسبه اشغال لا تتعدى 37% وفق ما أعلنه مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة. المدينة هادئة وسعيد جدا بالإقامة هنا، فأهل المنطقة طيبون ويمتازون بحسن الضيافة، وأنصح الشعب الألماني بزيارة الغردقة، فأجمل ما فيها جوها المعتدل. وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، فإن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعت بنسبة 51.7% في شهر مايو، وهو ما أرجعه الجهاز إلى تقلص السياحة الوافدة من روسيا عقب حادث الطائرة. من ساعة ما الثورة قامت وكده ما فيش شغل حضرتك خالص خالص خالص، يعني تقريبا لو حبينا نقارن بين دلوقتي ما بين زمان يعني نسبة ضئيلة حوالي 10% يعني مش أكتر. بصراحة تأثرنا جامد جدا الفترة الأخيرة، وأتمنى إن شاء الله، يعني إحنا سامعين أخبار جميلة جدا إن في سبتمبر، نص سبتمبر أو آخر سبتمبر إن شاء الله، سمعنا إن في السيد الوزير السياحة كان
بتسافروا وفي اجتماعات وفي كلام وجي وفد روسي. ورغم أن هناك تفاؤلا حكوميا بعودة السياحة الروسية إلى مصر خلال الموسم الشتوي القادم، فإن المدن السياحية ومن بينها عروس البحر الأحمر تنتظر إجراءات تنشيطية قد تهب الحياة إلى صناعة كثيفة في عمالتها وركيزة من ركائز النقد الأجنبي للبلاد. وإلى أخبارنا المنوعة، حيث انتقل هوس لعبة بوكيمون جو إلى عالم الطعام، إذ بدأ مطعم أسترالي في مدينة سيدني بتقديم وجبات مستوحاة من ثلاث شخصيات شهيرة في اللعبة، منها ساندويتش برجر مأخوذ من شخصية اللعبة بيكاتشو، ليجذب بذلك محبي هذه السندوتشات ومطاردي كائنات البوكيمون في وقت واحد. وفي الأردن تلقى ألعاب الفيديو المصممة من قبل شركات عالمية كلعبة البلاي ستيشن إقبالا كبيرا من الشباب في العاصمة عمان، إذ أصبحت تشكل مصدر دخل لهؤلاء الشباب، حيث تقام مسابقات بشكل أسبوعي يتنافس فيها المشاركون ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية. صار عندنا معارف كثير، صارت الناس تيجي عندنا اكثر واكثر، عم نعمل بطولات اكثر واكثر. كيف صاروا الناس ابطال عندنا؟ يعني بدك تحكي من كثر الاحتكاك بين بعضهم، صاروا كل اسبوع في بطوله عندنا بتقدر تلعب عندنا بالمحل. من كثر ما الناس عم تلعب ضد بعض وفي عدد كثير هائل عندنا، صار بتحكي صار عندنا في ناس بتوصل مراكز متقدمه بالبطولات العالميه اللي عم بتصير. طبعا هاي اللعبه الفيفا هوايتي من انا وصغير، فانا عراقي، فبس اجيت على الاردن لقيت انه في بطولات فقررت اشارك، خسرت بطوله بطولتين بس بعدين خلص صار مستواي منيح، صرت افوز الحمد لله. اول شيء ايجابيه اللعبه انه هي ممكن بتشكل تعطيني مصدر دخل، ومن خلال هذا الدخل ممكن اسجل قسط الجامعي، ممكن اساعد اهلي، اي شيء ناقص ممكن اشتري، يعني هو مصدر دخل ممكن يكون بسيط. وإلى الأحوال الجوية، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا بإذن الله.